أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدورة المحورية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في دعم جهود تطوير قطاع المشروعات وما يقدمه من خدمات متنوعة من شأنه أن تسهم في دفع نمو هذا القطاع المهم الذي يتيح المزيد من فرص العمل. جاء ذلك خلال ترأس رئيس مجلس الوزراء لاجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تمت مناقشة تعزيز الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات وتعديل حدود تمويل الجهاز للمشروعات المتوسطة والصغيرة، سواء من خلال الجهات الوسيطة أو من خلال الإقراض المباشر.